الخير ومرحبا بكم سيدتي متتبعات لاباج فام بوزيتيف. سعيدة بلقائكم من جديد وكنشكركم على دعمكم وتشجيعاتكم اللي كيوصلونا في لي كومونتير واللي كيخليونا دائما نقدموا لكم الافضل. غادي نستقبلوا مرة اخرى الاستاذ ابو بكر حركات، كنذكركم هو خبير اختصاصي في علم النفس وعلم الجنس، واللي تكلم لنا في حلقة سابقة على الرغبة الجنسية عند المرأة. فيمكن لكم اعادة مشاهدة الحلقة في صفحتكم فم بوزيتيف. فاليوم غادي يتكلم لنا على أهمية الجنس في تألق العلاقات الزوجية لو كوبل لا سيكسواليتي اي ليبانويسمون، موضوع اللي طلبتوه منا في لو جروب جو سوجير ا فام بوزيتيف. فكندعو السيدات اللي مازال ما انضموش لو جروب يضغطوا على رجوان باش يوضعوا مقترحاتهم للمواضيع. وقبل ما نبداو الحلقه ديالنا كنذكركم سيداتي متتبعات باللي حنا راه الاشاره للاجابه على الاسئله ديالكم في لي كومونتير، وكذلك ما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو مع الاصدقاء والاقارب باش الكل يستفد معنا. استاذ ابو بكر حركات، مساء الخير. مساء النور ومرحبا بك معنا. ومرحبا بمستمعات ومتتبعات لاباج فام بوزيتيف. الوغ غادي نبدا معك بسؤال اول، ما هي أهمية الجنس في تألق العلاقة الزوجية في نظرك أستاذ؟ تفضل. يعني هو ركيزة أساسية، الجنس، الممارسة الجنسية، العلاقة الجنسية، العلاقة الحميمية في العلاقة الزوجية هي ركيزة أساسية في العلاقة الزوجية، اللي بدون هذيك الممارسة وهذيك العلاقة يعني غادي تكون العلاقة مبتورة ولا مايلة بزاف وربما ما غدومش، بالأخص في البداية في العلاقة. من بعد كيمكن بعد سنين لأسباب أو أخرى كتقل الرغبة الجنسية، أو كيمكن بسبب مرض يتعذر تكون علاقات ولا، ولكن إلى في البداية ما كانش العلاقات الحميمية، وفي خلال كل المشوار حتى بعد 50 سنة ديال الزواج راه كتبقى العلاقات، يعني طيب ما كتبقاش بنفس الوتيرة بحال اللي كتكون في البداية، ولكن ما يمكنش يعني نتخيلوا أو نتكلموا على علاقة زوجية اللي العلاقة والتواصل الجنسي فيها ما كاينش. ملي كنتكلموا على التواصل الجنسي راه ماشي بالضروره تكون ممارسه ومواقع، التواصل الجنسي فيه حتى هو يعني عده اشكال. تكلم لنا استاذ على الفوائد الصحيه وكذلك النفسيه للعلاقات الجنسيه بين الزوجين. شوف، اثناء العلاقه الجنسيه كاين عدة أشياء اللي كتحدث، من ناحية النفسية، من ناحية العاطفية، من ناحية الجسدية. فمن ناحية النفسية هناك يعني ديزيموسيون، المشاعر، مشاعر اللي كتطلع واللي كيعبروا عليها الزوجين. هناك تبادل العواطف، شيء اللي كيخلي العلاقة تزيد توطد. كاين أشياء اللي كيعبروا عليها الزوجين أثناء الممارسة اللي ما يمكنش يعبروا عليها في الأوقات الأخرى. كاين كذلك واحد نوع من التحرر من القيود ديال اللي كنقولوا حنا في التحليل النفسي الانا الاعلى، كيمكن لهم يتكلموا على شجيتهم ويعبروا بطريقه اللي ما موالفينش يعبروا بها، الشيء اللي كيزيد يقرب بيناتهم. كاين افرازات هرمونيه اللي كتخليهم يشعروا بالارتياح. العلاقه الجنسيه راه كيخدموا فيها جميع العضلات وهي مجهود جسدي، وبالتالي راه بحال اللي كيمارس الرياضة. منين الزوجين كيوصلوا بجوج لتحقيق اللذة الجنسية، النشوة
او النشوه كيوقع واحد التفريغ للطاقه جسديه وطاقه نفسيه، لان الجنس الرغبه الجنسيه هي الطاقه اللي لازم لها ما تتصرف، لازم لها ما تخرج. علاش؟ لانه ملي كتمر واحد الفتره وما كاينش ممارسه جنسيه كيولي واحد التوتر نفسي وتوتر جسدي، وكيولي الشخص بحال اللي كنقولوا على سبه شوكته واقفه. لذلك هذاك التفريغ ضروري، والتفريغ اللي كيوصل ماشي غير الممارسه، الممارسه اللي كتخصها توصل لتحقيق اللذه والنشوه. وبالتالي هذاك التفريغ ديالها كيخلي ان هذيك الطاقه تخرج، وشعور بالارتياح وشعور بالسعاده. اذا هي فوائد على جميع المستويات، وهذاك الشيء اللي كيخلي الزوجين من بعد يعاودوني يبداو يعني تجديد العلاقه في ارتياح، في كل مره كيكون فيها تواصل جنسي ممتع. كنعرفوا ان كذلك في اطار البحث ديالي اللي قمت به لما كنت كنوجد البرنامج، العلاقات الحميميه يعني بالنسبه للمرضى المراه او الرجل كتوقيهم ضد الامراض، هل هذا صحيح؟ يعني الغنفخص داك بالسيستم ايمونيتير ديالهم. شوف انا عاد قلت الان انه راه بحال اللي كتمارس الرياضه، وحنا كنعرفوا العلاقات الجنسيه راها يعني فيها تفريغ الطاقه، وفيها هذيك يعني التمرين اللي كيقوموا به اثناء الممارسه راه كيقوي الجسم. شحال ديال الاشخاص مثلا، خذ بزاف ديال النساء الاكثريه كتقول لك كان كيحرقني راسي غير نعس مع راجلي ومشى مني حريق الراس، كان كيضرني ظهري من بعد غير انا وراجلي درنا شي حاجه وما بقاش كيضرني ظهري، وزيد اشياء. لان كاينين بعض الالام، بعض الالام النفسيه الجسديه اللي كتكون هي كيحس بها الشخص في الذات ديالو، ولكن هي الـ يعني السبب ديالها نفسي وكيتم اسقاط على الجسد. فملي كيوقع هذيك العلاقه وكيوقع تفريغ ديال هذيك الطاقه وكيوقع امتاع واشباع، ما كيبقاش هذيك الالم اللي كتكون هي يعني دي دولور بارازيت. يمكن لك تعاود تكلم لنا، عرفنا بان في حلقه سابقه تكلمتي لنا على الرغبه الجنسيه عند المراه، واش يمكن لك تكلم لنا على الفرق ما بين، غير تذكر لنا الفرق ما بين الرغبه الجنسيه عند الرجل وعند المرأة، وشنو يمكن لك تنصح به الأزواج؟ يعني الرغبة عند يعني الناس بزاف كيظنوا أن راه الرجال هما أكثر رغبة وأكثر شهوة من النساء، تماما. هو من ناحية الهرمونية هما بحال بحال، اللي كاين هو أن التربية اللي كيتلقاو هي اللي كتخلي النساء يعبروا أقل على الرغبة الجنسية ديالهم. ولكن الان يعني الامور غاديه كتقاد الى بغينا نقولوا، ولكن الفرق كاين في التعبير عن الرغبه وفي الاحساس بها. عند الرجال الرغبه الجنسيه والشعور بها كيتركز في الحوض وفي الجهاز التناسلي، عند النساء الرغبه الجنسيه والتعبير عليها هو كيكون عاطفي اكثر، رغبه في المقدمات، في الإنهاق، في الكلمات الجميلة، وتدريجيا عاد كتبدا هذيك الرغبة كتنتشر في الجسد كامل بحال الموجات حتى كتوصل للحوض. وشنو ممكن لك تنصح به الأزواج، شنو خصهم يقوموا به باش يستمتعوا في العلاقة الحميمية ديالهم؟ أولا يعني اللي كنقول للأزواج دائما أنه في إطار العلاقات الجنسية ما كاينش طابو ما بين الزوج والزوجة، السقف الوحيد هو الألم،
انه ما تكونش علاقات فيها الم وشعور فيها الالم، يعني يكون شخص سادي وكيمارس واحد الضغط على الاخر، ولا يعني ملي كيكون منين الاخر يقول اي تقصح راه خصك تحبس يعني. اما من غير كلها الاشكال وكل يعني كل زوجين شاكوب كيلقاو الطرق باش يعبروا باش يعيشوا الجنسانيه ديالهم. ما خصش يكون الحشومه ديال يعني المراه عندها رغبه في شي حاجه وما تقدرش تعبر عليها بالنسبه للزوج ديالها، والعكس كذلك. لا ما خصنيش نقول هذه لمرتي ولا ما خصنيش ندير هذه مع مرتي، يعني خاص يكون تواصل بينهم، خاص يكون تواصل وتجاوب مع هذاك التواصل. في كثير من الاحيان اللي كيوقع هو انه ما كيكونش تعبير على هذيك الرغبه. مثلا ما عرفتش الزوجه كتبغات الزوج ديالها يداعب الشعر ديالها، كتبدا تداعب الشعر ديالو، هو ما باغيهاش تداعب الشعر ديالو، باغيها تداعبو في جهه اخرى، وهي كتنتظر انه يدعبها في شعرها. فوقت ما تقول عليه ولا تجيب يديها الشعر يديه الشعر ديالها هكا وغادي يفهم، كتقولش وكيولي واحد خيبه امل. هي كانت تنتظرو يفهمها، هو كتنتظرها تفهمو، وشي ما كيوقع كيبقاو اون ميغوار بحال اللي كنقولوا، بحال اللي كيشوفوا جهو في المرايه. اوكي الحركه اللي قام بها كتعاودها المرايه قبلته. لا بغيتك تعنقني ولا بغيتك جو نسي با تبوسني في عنقي ولا ولا ولا، كنعبروا عليها الى الاخر ما فهمش، لان كيخص واحد شويه ديال الوقت باش كيولي الامور الانسجام حاصل. ذكر لنا استاذ الحالات اللي كتأدي لنا لبعض المشاكل في العلاقات الجنسيه، وما هو الحل لتفادي هذه المشاكل؟ يعني كنعرفوا بعض الازواج كيعانيوا كاين يعني لا فرستراسيون، يعني كيكون واحد التوتر في العلاقات الجنسيه ديالهم. الا يمكن لك تكلم لنا على هذه المشاكل والحل لتفاديهم. او اول مشكل او لا اول حل الا بغينا نقولوا لتفادي المشاكل هو التواصل بصراحه، هو شرح ملح، حيت هادشي ما فيهش حشومه وما فيهش راه غادي نقدر نقول لي شي حاجه وما غيعجبوش الحال، ولا غينويني انا في شي شكل، ولا راه غادي الا قلت لها غادي تعتبر راسها انني قللت عليها الحياه ولا ولا، هذه كلها اشياء لا معنى لها. اذا الحوايج اللي ما كيعجبوناش كنعبروا عليهم، والحوايج اللي بغيناهم كذلك كنعبروا عليهم وكنطالبوا بهم، وكان ولا كان مشكل كنناقشوه. كيمكن يعني في كثير من العلاقات الزوجيه، وهذا كنت شرت ليه في العلاقات الجنسيه بين الازواج وكنت تكلمت عليه المره اللي فاتت، كيمكن يكون القذف سريع عند الزوج. هو ما عارفش راسو عنده قذف سريع، وهي ما عارفاش، ولكن ما كيحصلش الاشباع ديالها وما كتكلمش في هذا الموضوع، ولا كيمكن تعرف بلي راه كاين قذف ولكن كتحشم كتقول لا راه غنضرو في الرجوله ديالو ولا لا ما حصلش اشباع، ديرك كتزرب عليا وكتخليني انايا غير كنشوف. اذا خصنا نلقاو حل. كيمكن في بعض الاوضاع ديال الجماع المراه تقصح تألم، لا هاد الوضعيه هادي اللي كطالبني بها ما كنلقاش فيها راحتي. يعني بزاف ديال الاشياء اللي كيمكن انا كنبغي مقدمات نطولوا فيها. اذا علاش غادي نمروا على المقدمات غير مرور الكرام بالزربه؟ اي شيء نتواصلوا فيه. مادام تكلمتي لينا على الاشباع الجنسي، شنو هي الأهمية ديالو في العلاقة الزوجية؟ إلا ما كانش إشباع جنسي راه بحال الشخص اللي كياكل أي أكل أو أي هذا، إلا ما حش بالإشباع كيبقى كيحس بالجوع، كيبقى كيحس براسو ناقص. زيادة على أنني قلت أن ممكن وصلوا للإشباع كيكون تفريغ للطاقة، إلا ما وصلش الراجل أو المرأة لهذيك الإشباع لهذيك النشوة
ما كيكونش تفريغ للطاقه. راه تفريغ للطاقه وداك الضغط وداك التوتر اللي كيكون حس به لا الراجل ولا المراه، واللي كيزيد في اثناء العلاقه مع المداعبات الى ما توصلوش الاشباع والنشوه، ما كيكونش تفريغ لهذيك الطاقه، وبالتالي كيبقى عاوتاني الضغط كيتجمع والتوتر كيتجمع، وكيمكن يتصرف في الشجارات، في الغضبه، في المشابكه باليدين بعض المرات، في كلام عايب، في اشياء اللي هما في غنى عنها. مادام تكلمتي لنا على الشجارات والنزاعات، هل العلاقه الحميميه بين الازواج واش هي حلاله المشاكل بيناتهم؟ كثير ديال الازواج اللي كيحلوا مشاكلهم في الفراش بحال اللي كنقولوا، يعني وهذيك المشاكل اللي كيمكن في بعض الاحيان تكون ناتجه على ضغط، على توتر، وبالتالي هذيك العلاقه كيمكن تهدأ الاوضاع، ماشي هي حلالات كل المشاكل، حيث بعض الاحيان كيمكن تولي هي طرحه مشكل كذلك الا ما تحققش هذاك التواصل وهذاك الانسجام الجنسي بين الزوجين. ولكن ملي كيكون هذاك التواصل وهذاك الانسجام وكيلقاو راحتهم بجوج، راه كتحل المشاكل او كتساعد على الحل ديالهم. وما هي الوتيره لممارسه العلاقه الحميميه بين الزوجين؟ شنو يمكن لك تنصح؟ في الحقيقه ما كاينش وتيره معينه، كل زوجين كيلقاو الوتيره ديالهم، يعني راه ما كاينش ما كاينش واحد المعيار، ما كاينش يوميا ولا نهارية ولا نهار لا ولا جوج مرات في الليلة ولا، كل زوجين كيلقاو راحتهم فواحد. كيحدث في كثير من الحالات أنه مثلا يكون واحد ديكالاج يعني ما بين الرجل والمرأة، يمكن هو عنده رغبة أكثر وكيبغي يوميا وهي كتبغي غير ثلاثة المرات في الأسبوع، كيمكن يحدث العكس كذلك، كيمكن يكون هو كيبغي يمارس جوج ولا ثلاثة المرات متابعين وهي وحدة وكتكفيها، ولكن هذه أشياء كذلك اللي كتمكن لها تحل بالتواصل وبالتفاهم باش كيلقاو الوتيرة ديالهم والانسجام. والانسجام أستاذ، في المتداول الأزواج اللي لما كيتزوجوا كيولدوا كيدوزوا واحد المدة كتنقص يعني في أغلبية الأحيان وتيرة الممارسة الجنسية شيئا ما. اولا علاش هذا التغيير؟ واشنو كتنصح الازواج باش يتجاوزوا هذا الامر؟ هذه مساله طبيعيه، هذه مساله طبيعيه، انه في بدايه الزواج بالاخص اذا كانوا الزوجين باقين في الشباب ديالهم، في ريعان الشباب، غتكون عندهم علاقات جنسيه بواحد الوتيره مرتفعه. كاين اسباب موضوعيه اللي غادي تخليهم ينقصوا، كاين بعدا الاولاد ملي كيجيو، الاولاد ملي كيجيو كيأثروا على لا فريكونس، على التردد ديال العلاقات الجنسيه، لانه الزوجه راه كتولي ام وكيخصها تفيق مع الرضيع الليل، وبزاف ديال المرات وكيكون واحد الانهاك جسدي ومعنوي نفساني لها. كاين كذلك يعني راه عامل سن، ما حد الزوجين كيزيدوا يعني هذيك الفتره ما بين 25 و40 سنه، راه ماشي هي ملي كنفوتوا 40 سنه كذلك. اذا ما غاديش، وكاين هذاك التشوق اللي كيكون في البدايه ديال الزواج، من بعد كنوصلوا لواحد الوتيره اللي كتبقى غاديه على يعني العام الاول ولا العامين الاولى، ومن بعد هذيك الحده كتنقص شويه، ماشي معنى انهم ما بقاوش كيحبوا بعضياتهم، ولكن وصلوا للوتيره اللي غادي يعيشوا عليها واحد 10 ولا 15 سنه. شكرا لك استاذ. بداو كيوصلوا لنا دي كومونتير، كنطلب المتتبعات اللي عنده شي سؤال يطرحوا علينا. عندي دي كومونتير زوينين وصلونا من عند مريم العزيم، ميريم دو بروكسل، ان غران ميرسي بور سي جون اوسي كومبيتون اكسبير، شكرا لك.
عندي في انتظار الاسئله. غادي نطرح عليك سؤال اخر الى سمحتي. عندي هنايا هل استعمال بعض يعني في الاشباع، كنتكلموا على الاشباع الجنسي، هل استعمال بعض الطرق كالالعاب الجنسيه او بعض هل تحفز العلاقه وتساعد على الاشباع الجنسي مادام تكلمنا عليه؟ من طبيعه الحال انا قلت ما كاينش تابو وما كاينش حدود، ني با دو ليميت في العلاقات الجنسيه الا الالم. كاع الاشياء اللي ترضي الزوجين وتنشطهم وتخليهم يكونوا مع بعضياتهم بخير، الله يبارك بصحتهم. اذا وفي العلاقات راه من المحبذ انه ما يكونش روتين، وانه مره يوقع تغيير ويعني وجري بعض الوضعيات ولا المداعبات ولا غيرها. وصلتنا واحد الفكره من عند واحد السيده نوغيرل فونيكس. لوسيتوكسين اي اون هرمون ديجاجي لور دو لورغازم اي اون هرمون دو بيان اتر، يمكن لك تكلم لينا عليها؟ شوف يعني ايه من ناحيه اللي قلت انه الهرمونات الجنسيه والتوكسين هي منها، بحال اللي كندوا على لي زوندومورفين، على كيوقع افرازات الهرمونات اللي كتخلي الشعور بالارتياح وبالسعاده. من بعد الوصول للذروه لورغازم، ما حد ما وصل لورغازم كيبقى داك التوتر، هذاك الاشباع هو اللي كيخلي هاد الهرمونات تخرج وتعطي واحد التاثير ايجابي في الجسد ومن الناحيه ديال الارتياح النفسي. مادام تكلمنا على العلاقات الحميميه، شنو هما الحالات اللي لا ينصح فيها ممارسه العلاقات الجنسيه، اللي يمكن لك تذكرهم لنا كذلك؟ يعني ما يمكنش نضغطوا على الاخر باش تكون علاقه. العلاقات الجنسيه هي علاقات بالتراضي وبالرغبه. كيوقع في بعض الاحيان انه وكثير من يعني ملي كندوي على بعض الاحيان، في كثير من المرات راه الزوجه ما كتكونش عندها رغبه بالفعل، ولكن كدير الخاطر للزوج ديالها. ما يمكنش يعني في بعض الحالات ديال الحمل، كنقول في بعض الحالات كناكد عليها، كيمكن الاخصائي في الامراض ديال النساء انه يمنع المراه من الممارسه ديال العلاقات الجنسيه حيت كيكون خطر ديال الاجهاض. كيمكن في بعض الامراض ديال المهبل ديال الفاجا او ديال الظهر او ديال المراه ما يمكنلهاش تحمل العلاقه الجنسيه. يعني والحالات اللي كتحس فيهم بالالم بطبيعه الحال ما غاديش تكون، يعني الزوج خاصو يتفهم الحالات بحال الزوج كذلك. يمكن يكون يعني حتى هو راه ظهرو ضارو ولا ما غاديش يمكن يكون عنده علاقات، او لانه كيتناول بعض الادويه وما غاديش يحصل انتصاب. الزوجه خاصها تفهم هذه المساله. تكلم لينا استاذ على الحالات اللي كيتكرروا عندك كيتكرروا عندك بزاف، اشنو كتنصح الازواج اللي كيجيو يستشروك؟ يعني الحالات اللي كيتكرروا عندك في العياده. يعني الى غادي نتكلموا على المشاكل ديال العلاقات الجنسيه بين الازواج، هي كثيره، ولكن كاين الاشكاليات ديال القذف السريع، كاين كذلك الاشكاليه ديال الرغبه او اللي عند المراه في بعض الاحيان كتكون اقل منها عند الزوج. اذا كيحصل كيوليو نقاشات وخصومات حيت الزوج باغي بزاف المرات في الاسبوع، والمراه كتقول له بركه مره. قلت لي عندك 60% ديال النساء في اللي كيجيو للاستشارات النفسيه والجنسيه، تقريبا 60% ديال
من الاشخاص اللي كيجيو عندي من النساء. من طبيعه الحال مني كي يكونوا الاكثريه ديال المشاكل على العموم ما بين الزوجين ماشي المشاكل الجنسيه ولكن هي المشاكل ديال التواصل ديال الحوار بيناتهم، هي اكثر من المشاكل الجنسيه. يعني الحوار والتواصل بيناتهم لحد ما كيكونش تواصل العلاقه الزوجيه كتاثر، ومن كتاثر العلاقه الزوجيه راها كتاثر على الرغبه الجنسيه وعلى التواصل الحميمي ما بين الزوجين. في انتظار يوصلونا الاسئله، مازال كنطلبوا من المتتبعات اللي عنده شي سؤال يتفضل. في انتظار الاسئله شنو ممكن لك تنصح به للمتتبعات اللي كيتابعونا في البرنامج؟ انها حيت عندنا في يعني في الثقافه التقليديه ديالنا ان المراه مثلا ما كتبديش الرغبه ديالها للراجل حشومه، لا راه ما كايناش هاد حشومه، ان الزوج الا عندها رغبه في الزوج ديالها ان تبدي ليه هذيك الرغبه وتمشي لعندو تبينها ليه بطريقه مباشره او غير مباشره. راه كل مراه كتعرف عندها لو كود مع راجلها، ويني ما تحشمش، هذه المساله الاولى. ثانيا بحال اللي قلت قبيله انه الى اشياء كضرها ولا بغاتها تعبر عليها، هذه راه ما عجبانيش ولا هذه كتقصعني ولا كتألمني ولا انا بغيت نجربوها هكذا، يعني والزوج خصو يكون في الاستماع. ربما الزوج خصو يكون في الاستماع للمرأة بطبيعة الحال باش تقدر، يعني حنا نحاولوا يعني اون اسي دو سونسيبيليزي هاد الازواج اللي كيستمعوا لينا باش يكونوا في الاستماع للزوجات ديالهم. اي له ماشي ملي تقول لها كول هكا يقول لها وفين تعلمتي هذا الشيء؟ فين عندها ما تعلمه؟ يعني الان راه كاين الوسائط ديال التواصل اللي كتخلي المراه تعرف اي حاجه عن العلاقات الجنسيه وعلى التواصل الجنسي. اذا ما بقاش المراه الا طرحت واحد السؤال ولا الا قالت بغيت هكذا ولا هكذا معنى ان راها كانت عندها واحد الحياه ماجنه ولا فاسقه من قبل من الزواج. باش ما نمشيوش في التاويلات اللي ما عندها حتى شي معنى. وبحال كذلك الزوج راه من حقه يعبر كما بغى مع الزوجه ديالو. شكرا لك استاذ. بداو كيوصلونا الاسئله من عند المتتبعات اللي كنشكرهم من هذا المنبر. عندي ناديه مهادي، واش ضروري الحب ادكتور؟ واش ضروري الحب باش تكون علاقه جنسيه؟ تماما لا لا، الحب ماشي ضروري باش تكون، حيت كاين خصنا نفرقوا في ما بين الرغبة العاطفية وما بين الرغبة الجنسية. الرغبة العاطفية هي رغبة في العاطفة، في الحنان، في انها شحال من مرة كمثلا زوجة كتبغي غير راجلها يعنقها وكتمشي تكا عليه، هو كيترجمها مباشره ان الا جات تكا عليه ولا جات دير راسها على صدره ولا بدات كداعبو في يديه ولا تقبط ليه في يديه راه صافي، معناه انها راه باغا علاقه جنسيه. وكيولي هو كيطالبها باشياء وهي كتمنع ما كيفهمش كيفاش انها جات لعنده من بعد كترفض. لا وبالتالي وفي بعض يعني في المخيال ديال بزاف ديال النساء في العقل ديالهم راه ما يمكنش تكون رغبه جنسيه الا اذا كان الحب. كيمكن يكون الحب والرغبه الجنسيه، كيمكن يكون الحب بلا رغبه جنسيه، كيمكن تكون الرغبه الجنسيه بلا حب، وكيمكن يكون امتاع واستمتاع في العلاقات الجنسيه بلا ما يكون الحب كشرط مسبق للعلاقه. عندي سؤال اخر، كوثر سعداوي انان، دكتور سي فو بلي بلوس دانفو سور لو بوين جي. لو بوين جي باقي وقع عليه خلاف، ولكن بالنسبه لي زاناتوميست اللي يعني
الاطباء ولا المختصين في علم الجنس اللي كيهتموا بهذه المساله، فون غرافنبرغ، يعني كيتوجد في المدخل ديال المهبل، من يعني في المدخل من الفوق، يعني يعني في هذيك الجو سنتيمترات الاولى ديال المدخل ديال المهبل، من في يعني في العلو ماشي في الاسفل، واللي هو يعني كيوافق من ناحيه ديال تشريح لو فاسياس دالبا، اللي كي يعني اللي كيكون فيه الامتدادات ديال الخلايا العصبيه ديال البدر، لان البدر لو كليتوريس عنده امتداد في الداخل ديال المهبل، وبالتالي كاين يعتبر ان ليكسيتاسيون ديال المهبل من واحد الجهه اللي هي كتوافق البواجي، هي راها اثاره لهذيك الموصلات العصبيه ديال البدر، واللي هي اللي كتوافق لو بوان جي. عندي سؤال اخر لتجاوز مشكل التواصل والحوار، ما العمل من خلال تجربتكم؟ ما فهمتش هذا السؤال. يعني كتسول على المشكل ديال التواصل بينها وبين الزوج ديالها. اها. كيفاش يمكن لها يعني عندها مشكل في التواصل، كيفاش نعم. يمكن كنظن انك ذكرتي هذه الفكره، الا يمكن لك تاكد عليها. يعني التواصل بحال الا كان من الناحيه الجنسيه، بحال اللي قلت راه ما كاينش تابو، ما كاينش حشومه، اننا خصنا نتجاوزوا التربيه التقليديه الضيقه اللي كتخلينا انه راه الجنس كان مارسوه غير في الظلام، وما خصناش ندويو عليه، وغير بواحد الطريقه معينه. راه يعني من هذه الناحيه المراه من حقها ومن الواجب عليها باش ما يبقاش غلط عند الراجل ولا فهم خاطئ، انها تعبر على الطلبات ديالها والرغبات ديالها وعلى الاشياء اللي ما كتعجبهاش كذلك، من هذه الناحيه. والتواصل على العموم سواء بالنسبه للعلاقات الجنسيه او العلاقات الزوجيه على العموم هو شيء ضروري، الا ما كانش راه ما غاديش تمشي العلاقات الزوجيه كما ينبغي. ناخذ سؤال اخر، ملي كيكون مشكل بيناتنا الزوج كيبغي يحل المشكله بالعلاقه الجنسيه، في حين انا كنبغي اولا نتفاهموا ونلقاو حل. هذه هي شكون اللي سبق، واش البيضه ولا الدجاجه؟ يعني هذه كيوقع هذا المشكل بزاف، انه بالنسبة للزوج راه وقع المشكل، وقع شجار، وقع نقاش، وقع غضبة وكل شيء، وغادي نتصالحوا في الفراش، غادي باش نبردوا هذاك التوتر. في حين أن كثير من النساء اللي كيكونوا ذهنيات، أنا ذهنيا سيريبرال، كيخصهم حتى يحلوا المشكل، وبالاخص اللي كيعتبروا ان راه الزوج هو اللي خاطئ ويعتذر، عاد هذيك الساعه يوقع الصلح في الفراش. كيما نقولوا مره هكذا ومره هكذا، مره غيدير لها خاطرها ومره غدير لي خاطرو، ولكن كيف ما كان الحل ماشي حيت تمات علاقه جنسيه راه المشكل تحل. الا وقع مشكل سواء قبل او بعد العلاقه راه ضروري خاص يوقع فيه نقاش. غير وكان ماشي معنى انه الا ما لقيناش حل المشكل غادي نوقفوا المجرى ديال العلاقه الزوجيه. ناخذ سؤال اخر فيما يخص الحوار، هل يمكن ان احدث زوجتي، هذا واحد السيد، بالمشاكل الخارجيه عن البيت، بالعلم انني لو اخبرتها ستتاثر، غالبا لا اخبرها، فهل ما اقوم به صحيح وشكرا؟ هو اللي عارف شناهي المشاكل، يعني ما يمكن لي يعني ولكن الى يمكن تاثر، ولكن يمكن كذلك تساعده. راه مفروض في العلاقه الزوجيه
انه يكون واحد صراحه بيناتهم. ولكن الا كيعتبر ان هذيك كاين اسرار ديال العمل اللي ما خصوش يقولها للزوجه ولا شي حاجه، راه ما غاديش يقولها لها. ولكن الا كان انه غادي يرتاح ويخفف على راسه، الا هي غتسمع ليه وتشير عليه، علاش لا؟ عندي ناخذ سؤال اخر. هذه واحد السيده كتقول الزوج ديالي ما عندوش شي حاجه سميتها الحنان او المداعبه او الكلام الزوين، عييت نحاول نفهمه وانا اللي كنبادر بالكلام الناعم ولكن بدون فائده، ما بقيتش عارفه كيفاش نتعامل معاه، مع انه ملي كيكتب لي رساله بالهاتف تيقول لها كلام كيقول لها كلام زوين كيعرف يقولو غير في الرسائل، يعني ربما في ما تقدرش تعبر على الاتصال، ولكن ربما هذا الشخص عنده واحد نوع ديال الخجل، ما كيعرفش وما كيقدرش يعبر بطريقه مباشره، حيت ها هو كيعبر لها في الرسائل النصيه هكذا. ولكن ما تيأش، تبقى تحاول معاه مازال وتبقى تقول له هي كلام زوين، راه بشويه غادي وبالمداعبات وبالضحك معاه بلا ما تقلق انها تجيبه انه يبدا يعبر، تقول له غير نديرو بحال التمثيل. شكرا لك استاذ حركات. كلمه اخيره قبل ما ننهيو الحلقه ديالنا. كلمه اخيره هي ان الزوجين ما يفرطوش في الاستمتاع بالعلاقات الجنسية وفي الصراحة بيناتهم، وفي أنهم يعيشوا علاقتهم كما بغاو هما، راه بحال اللي قلت ما كاينش معيار. شكرا لك أستاذ حركات على تلبية الدعوة وعلى كل المعلومات والنصائح المفيدة. شكرا لكم انتم. شكرا لكم سيداتي متتبعات لاباج فام بوزيتيف على حسن الاستماع والتجاوب ديالكم معنا. كنقول لكم غيستي توجور بوزيتيف، ونهاية أسبوع موفقة إن شاء الله، وإلى اللقاء.